السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال هذا النهار غادي يكون عاوتاني فيديو فاس كاميرا، واللي غادي نهضر لكم فيه على واحد الفيديو اللي فريمون هو جيني بزاف في انستغرام، غير فريمون بزاف في انستغرام، على كيفاش حتى وليتي كتبغي الرياضه. لانه ديما فرعه لكم راسكم في انستغرام بلي ستوري ملي كنبغي نلعب السبور، وكنقول لكم انا واحد الانسانه كنت كنكره شي حاجه سميتها رياضه، ودابا وليت كنموت على شي حاجه سميتها رياضه. فكنت بطبيعه الحال بغيتو تعرفوا كيفاش تحولت من الانسانه اللي كنت كتكره الرياضه لواحد الانسانه اللي هي ولات كتبغي الرياضه. يعني ملي كنلعبها ماشي كنلعبها كنفورس على راسي ولا شي حاجه، وانما كيعجبني نوض نلعبها. ويلا كانوا شي ظروف وما لعبتهاش فكنت وحشها، غير ما كنت وحشها. فالا كنتو مهتمين بالفيديو خليكم معايا. واحد المشه اللي ديال الجيران، وديما كيتخلط لها الباب ديالنا ديال الجيران مع ديالنا، وكتبدا كتجي حتى الباب وكتبدا تغوت. مسكين انا كتحسب دابا راه عند الجيران باش يحلوا لها الباب. المهم قلت لكم انا كنت واحد الانسانه اللي ما تنحملش شنو هي الرياضه، كنحملش حاجه سميتها رياضه. في الليسي كنت كنلعب، كانت الرياضه الوحيده اللي كتعجبني هي الباسكت، وكنت فريمون كنعطي فيها بزاف، لدرجه انه الاستاذ كان ديما كيحطني مع الجروب ديال الدراري وماشي مع ديال البنات، لانه كيقول لي البنات غير كيخربقوا وانت هي كتلعبي. فكيحطني مع الجروب ديال الدراري اللي زعما هما سيريو، وكنت ديما كنلعب مع الجروب ديال الدراري. ولكن من بعد ما ساليت الليسي وكملت قرايتي في فاس في ليكول، المهم من بعد ما كملتها ما كنتش كنلعب رياضه طيله دوك العامين اللي كنت كنقرا فيها، وملي كنت كندير لي ستاج المهم كنت مشغوله بزاف وما كنتش مسؤوليه للسبور ابدا. وليت ما نقولوا بين قوسين واحد المعجزه اللي ما بقيتش كنحمل اصلا شنو سميتها السبور. تزوجت ولات غلاضيت، ديك الساعه صافي كان خاصني غلاضيت بزاف، راه مي فريمون بزاف، وكان خاصني انني نعرف. كنت حتى انا من دوك الناس اللي كيقولوا انا الرياضه ماشي ديالي، انا الرياضه علاش من العذاب، انا خصني نلقى شي حاجه اخرى اللي تقدر انها طيح لي الوزن بلا ما تجبدوا لي حس الرياضه. فكنت كندخل يوتيوب وكنقلب على دوك الخلطات السحريه ودوك الوصفات العجيبه وداك المهم دوك المسائل كاملين اللي ديما كنقول لكم ما تبقاوش تثقوا بهم، وحتى دوك المسائل الاخرى دوك لي شورت اللي نورمالمون كيقول لك لا واه تيحرق لا، وهادشي كله كنت بارطاجيته معكم في واحد الفيديو. فريمون كنت شريت كاع داكشي اللي كانوا كيديروا ليه اشهار في لاطيفي، كنت انا شريته، وحتى حاجه ما قدرت بطبيعه الحال. راكم شفتوا داك الفيديو اللي كنت بارطاجيت معكم. فديك الساعه كان خاصني نلقى شي حل، واش انا غادي نبقى غليظه نبقى متبع داكشي كيدوروا الاعوام وانا متبع التخربيق وما كاين والو ما كاين حتى شي نتيجه. ديك الساعه بديت كنمشي للبلاصه الطريق ديال الاكل الصحي. الاكل الصحي بدا كيديني شي 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 حتى رموني للجهه ديال السبور. فلقيت انه الا بغيت نعرف ما يكونش عندي ترهلات، ولا بغيت الجسم ديالي فريمون يكون منحوت كيف انا باغيه، فكاي خصني نلعب سبور مع واحد النظام غذائي بطبيعه الحال اللي غادي يكون صحي وقليل السعرات وهاد المسائل كلها اللي كنقول لكم في الفيديوهات. فبديت كنقول ويلي واش رياضه ناري مش طبيعي، اش غادي ندير انا دابا. فشنو الحل؟ كان هو انه خاصني نلقى شي رياضه اللي ما تجيبليش الملل، اللي ما نعياش فيها، واخا كيبان لكم هذا الشيء غريب، وفي نفس الوقت نطيح بها وزن ونقاد بها لوكور ديالي. فلقيت واحد الرياضه اللي واحد الفيديو عفوا ديال واحد الكوتش في واحد القناه اردنيه زومبا، وعجبتني ملي تفرجت في الفيديو كامل. عجبتني اولا، عجبني الفيديو، جاني ما غاديش يكون ممل وما فيش الوقت بزاف، وكتقول فيه بلي راه كيحرق سعرات كثيره، يعني الزومبا كتحرق سعرات كثيره. فقلت علاش لا، اجي نجربوها بسم الله تبارك الله. لا غد ليه بديت، عجبتني فريمون عجبتني. انا غادي نخلي لكم لا فوتو هنايا، الا صلح لي نخلي لكم لو ليان ديال داك الفيديو تمشيو ديريكتومون ليه، غادي نخليه. ما صلحش راه غير في البلاي ليست ديالي ديال القناه، غادي تدخلوا وغادي تلقاو اغلبيه ديال الرياضه اللي دايره لكم في داك البلاي ليست من ديك القناه وديال ديك الكوتش، وغادي تلقاو حتى داك الفيديو. حتى الا ما كانش حيت ما معقلش بالضبط واش راني اونغوجيستريتو تما ولا لا، المهم انا غادي اونغوجيستري دابا، يعني غادي تلقاوه ان شاء الله. ولا ما لقيتو يقولها ليا في الكومونتير باش ندبر لكم عليه ونخلي لكم لو ليان.
بديت كنلعب معاها، عجبني فريمون اللعب ديالها. كنحس براسي كلهت كنترهق في داك الاول، سورتو انه انا ما كنلعبش بزاف، ما عمرني لعبت. فكان كتجيني شي حاجه شويه في داك الاول شويه صعيبه، ولكن كنت كنستمتع، وهذا هو اهم حاجه انا عندي، هو انه نستمتع، ما يجينيش الملل وما نعياش وما نكونش بحال اللي كنفورسي راسي على واحد الحاجه. داز النهار الاول، الثاني، الثالث، انا كنت كنلعب كل نهار، فريمون كل نهار، لانه كنت كنلعب هذيك الربع ساعه فقط، كانت كتجيني سهله. فمن بعد بديت كنحس بالجسم ديالي، ديما كنقول لكم سمعوا الجسم ديالكم، بديت كنحس به بلي راه قادر يزيد يلعب. يعني هذيك الربع ساعه كنلعبها بحال الا قلتو واحد، بحال اللي كنشرب واحد الجغمه بالماء وصافي، شي حاجه اللي هي سهله وفي سكت سهله. فبديت كن ولعاود فيديو يديني الفيديو، كوتش يديني الكوتش، وليت كنلقى بلي الرياضه غير موراها بحر، ماشي الرياضه اللي كنعرفو حنايا ولا اللي كنت كنعرف انا، راه الرياضه بزاف ديال الحوايج. ولاو بعض الفيديوهات اللي كيعجبوني وديما في نفس الاطار، ما كيجيونيش مملين وكيجيوني يعني كنستمتع فيهم. فبديت كنلعبهم، بديت كنلقى راسي كنلعب ساعه في النهار، شويه بدا عاوتاني شي كيديني شي، حتى بديت كنلقى بلي راه خاصني نلعب مقاومه الا بغيت نحيد الجسم ديالي، يعني خاصني نبني عضل، والكارديو راه غير كينقص الدهون. علاش هاد القضيه هادي عرفتها؟ لانه بديت كنلقى واحد شويه ديال الترهلات عندي، وبديت كنقول علاش زعما القضيه انا كنقص دهون وكنلعب رياضه علاش، ولقيت بلي راه المقاومه هي اللي ما غاديش تخليك يكون عندك ترهلات. بديت في المقاومه والحمد لله دوك الترهلات مشاو كانهم عمرهم كانوا، لانه كانوا يلاه بداو، يعني بحال تداركت انا الموقف. فبديت كنلعب مقاومه غير بالوزن ديال الجسم ديالي، وفيديو ديجا كنشرح لكم باش شنو هو المقاومه، الهيت كارديو والكارديو كنشرحت لكم كل واحد لاش كيصلح، وشرحت لكم يعني كله، حتى هو الا لقيتو غادي نخلي لكم هنايا، اذا ما لقيتوش قلبوا في القناه راكم غادي تلقاوه، وانا راه كندير العناوين بحالها بحال الفيديو، يعني تلقاو العنوان تدخلوا تلقاو داكشي اللي في العنوان كاين في الفيديو، ما كندريبليش. فمنين بديت كنلعب مقاومه، بديت فريمون يعني ملي كنلعب مقاومه بوزن الجسم ديالي في الاول كان كيجيني شويه صعيب، مي كنت كنكمل، لانه مني بديت دخلت فريمون في هذا المجال هذا ديال الصحه وديال الريجيم الصحي، ودوك لي سيرتيفيكا اللي عاد خديت مؤخرا، المهم هذوك عاد خديتهم مؤخرا، مي هادشي انا عرفتو قبل. وحتى داك الفيديو راني غادي ندير لكم ان شاء الله، لانه قلتوا لي شنو هو الموقع اللي خديتي منه لي سيرتيفيكا ديالك مؤخرا، جوج ديال لي سيرتيفيكا خديتهم، غادي نهضر لكم عليه توا في واحد الفيديو ان شاء الله، غير راني غادي بالدور، لانه فريمون كنطلبوا بزاف ديال المواضيع في انستغرام وكنقيد، وغاديه بالدور حتى يجي ان شاء الله الدور ديالها. فلقيت بديت كنلقى بلي الرياضه راه ماشي غير باش تنحتي الجسم ديالك وتقادي، الرياضه ماشي غير باش تحرقي الدهون وتطيحي الوزن، الرياضه راه عندها بزاف ديال المنافع في الجسم ديالنا. لقيت بلي كتقوي العظام، لقيت انها كتقوي العضلات وكتزيد من نشاط القلب وكتوسع الرئتين، لقيت انها كتحمي من هشاشه العظام وكتحمي من الترقق ديالها، لقيت انها كتحميك من الامراض المزمنه بحال امراض القلب والشرايين والسكتات الدماغيه والسرطان وحتى السكر، ولقيت انها كتاخر علامات ظهور الشيخوخه اولا الخرف بحال مثلا الزهايمر، يعني والإحارة طويلة بزاف. إلا جيت أنني نذكر كاع داكشي اللي لقيت راه مغاديش نساعدو، لأنه ملي كتلعبي رياضة دقة القلب ديالك كيرتفع أكثر، فالجسم كيحتاج ضخ أكبر للقلب ديالك، هنايا الشرايين ديالك كيكونوا بحالة صحية وحتى القلب ديالك. ومهم إلا جيت نشرح لكم هنايا بالتفصيل الرياضة شنو كدير، دخلوا غير لجوجل وقلبوا، راه غادي تلقاو عالم وتلقاو أطباء بزاف كيهضروا عليهم، تلقاو دي زارتيكل مقالات كيهضروا على المنافع ديال الرياضة. لهذا فريمون الرياضه شي حاجه اللي هي ضروري الا بغينا ما نكونوش من الناس اللي كيمشيو للسبيطارات بزاف، الناس اللي كيمرضوا بزاف، والناس اللي لانه شوفوا راه المسائل بحال هكا كتكوميلا مع الوقت، وانت ملي كتكبري في العمر عاد كيبداو يبانوا عليك هاد الامراض، اما ملي كتكوني صغيره راه ما تيبانش عليك. فإلا بغيتي تحافظي على راسك وما يبانش عليك هادشي كامل، خاصك تلعبي الرياضه، واخا تلعبيها جوج المرات حتى المره واحده في الاسبوع ماشي مشكل، المهم هو انه تحركي، واخا نورمالمون خاصنا نحاول نتحركوا كل نهار، غير كنهضر على الرياضه يعني مقاومه وكارد. والصراحه حتى داكشي اللي كنت كنشوف في الجسم ديالي نهار من بعد نهار كنت فريمون كنزيد نقتنع اكثر باللي راه الا بغيتي فريمون تنحتي الجسم ديالك راه خاصك تلعبي الرياضه وسيرتو المقاومه. ف
فزدت بديت كنتحمس اكثر، وكل مره كنشوف نتائج زوينه كل مره كنزيد نتحمس اكثر. هذيك الكرش اللي ما عمرني كنت كنظن بلي كاين شي نهار غادي تجي وغادي تحيد فيها، لانه فريمون هملتها من بعد لي سيزارين ديالي، هملتها سورتو في الولاده الاولى، سيزارين الاولى، واللي كنت ديجا بارطاجيت معكم ليكسبيريونس اللي كانت خايبه واللي تكرفصوا لي فيها على كرشي، وتا انا استهملتها فريمون كانت واحد الكرش اللي راه فريمون راه تشوفوها تخلعوا، والحمد لله مشات وكانه نغمه مع مرهمه. اقتنعت بلي دوك الاجسام اللي كنشوفو في انستغرام راه تقدري حتى انتيا ديريها، واخا غير الدار بلا العصال تقدري ديريها الا كنتي واحد الانسان اللي ديسيبليني مواظب على السبور وعلى الاكل الصحي ديالك. فمن هنا وليت كنموت على شي حاجه سميتها رياضه، وليت كنحس براسي غير كنوض انني نلعبها راني كنتهلا في راسي، راني كنقدم لراسي شي حاجه اللي هي كبيره وزوينه وغادي يشكرني عليها من بعد. داكشي باش وليت كنموت عليها، فريمون كنموت عليها. فنتمنى انه الفيديو ديال هذا النهار تكونوا خديتوا منه شي حاجه يكون ينفعكم، تقدروا حتى نتوما نتمنى انكم حتى نتوما تقرروا تبدلوا حياتكم وتبداو في هاد الطريق هذه، لانه فريمون غادي تلقاو في الاخر ديالها كل ما هو زوين وكل ما هو غادي يخليكم تكونوا فخورين براسكم. نتمنى انه الفيديو ديال هذا النهار يكون عجبكم، تابعوني فيديوهات اخرى، خليتكم مع السلامه.